واحد من أهم نجوم الإعلام الرياضي، حارس الأهلي في الملعب وعلى شاشة التلفزيون تاريخه كبير. تصريح محمد رمضان عن معلول والتجديد معايا كان في برنامجك، كنت شايف إنه تصريح موفق. أنت مالك؟ شوبير ينتقد تدخل رئيس اللجنة الأولمبية في انتخابات الاتحادات، أنت لسه عند كلامك؟ هو ماله؟ أسام الحضري، كل ما تيجي سيرة مصطفى شوبير بحس إنه دائماً وأبداً بيحاول يقلل منه. اتقال إن حسام غالي هو سبب رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي. أزمات تحكيمية كبيرة جداً، ليه الأزمة مستمرة؟ جابوا ناس في التحكيم بيتخانقوا مع بعض ناقص إن هم يضربوا بعض. الإعلامي أحمد شوبير في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، الخميس والجمعة 28 و29 نوفمبر الساعة 9 مساء حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.